اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الزنيقه وبحضور السيد عامل امانه اللحظة وصول عامل أمانة إقليم إسلمان سي سمير اليزيدي والوفد المرافق للسيد عامل المحترم. مرحبا بالسيد عامل أمانة إقليم إسلمان اليوم في هذا الافتتاح الجميل الرائع. جات مناسبة غالية عيد العرش المجيد، فعيد سعيد وعمر مجيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فتحية للسلطات المحلية، تحية لباشا مدينة بوزنيقة والسلطات المحلية، الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والأمن الوطني، تحية لبرلماني الإقليم، تحية لجميع الأعضاء مجلس الإقليم اللي حاضرين معنا والسيد رئيس مجلس الإقليمي مرحبا. اليوم كنعيشوا لحظات جميلة، لحظات رائعة، معرض اللي وصل الدورة السابعة في ظل الدعم ديالكم، واليوم حط رحال بمدينة بوزنيقة سكن إكسبو. سيد المدير العام جسام عفيفي كيقول لكم مرحبا بكم جميعا في هذا المعرض، معرض سكن إكسبو. تحية لجميع العارضين وتحية للسيد عامل عمالة إقليم بسليمان سي سمير اليزيدي على التشجيع ديالو المستمر. فشكرا جزيلا سعادة العامل المحترم، شكرا للوفد المرافق، تحية لجميع العارضين، رجال الصحافة والإعلام اللي حاضرين معنا والمجتمع المدني. هناك كذلك تعاونيات في الناحية وتعاونيات صناعة تقليدية هنا إقليم بسليمان حاضرين معنا في هذا المعرض الدورة السابعة سكن إكسبو اللي بدا ابتداء من اليوم إلى غاية 30 في هذا الشهر هذا إن شاء الله. خليكم مع تورات عبيدة القمة حليف الشرقي والمجموعة. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في كما ذكرت بحضور السيد عامل عمالة بن سليمان شخصيات مدنية افتتاح الرسمي لهذا المعرض. هكذا هي الاجواء مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في حيث الافتتاح الرسمي لهذا المعرض. الصوره امامكم أمامكم. هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في حضور كما ذكرت السيد العامل والوفد المرافق له. الصورة أمامكم
مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، هكذا هي الأجواء المقلبة بوسنيقة. كيف ما ذكرت حضور السيد عامل عمالة مسلمان دائما على المباشر. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في من قلب بوسنيقة، هكذا هي الأجواء. حضور كيف ما ذكرت السيد عامل عمالة مسلمين. Thank you.
جيت الجوال في الحل المجال في محل المصنفة كان افتتاح حركة أنا ما أعرف مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة تيليها وهم يقولون أنها كذلك أجواء ضمتهم في رعاية الله إلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.